وناس تانية بتقول ان رمضان مع الاهلي فورمه تانية، يعني خرج من قبل ما يروح حتى ستوك سيتي كان فورمه عاليه جدا، راح انجلترا تقريبا تراجع مستواه بشكل كبير، ما لعبش، ما خدش فرصته بشكل كامل، رجع الاهلي مره تانية، ابتدى رمضان يستعيد جزء كبير من مستواه، بطوله الشباب بالحقيقه قاد فيها المنتخب، استعاد جزء كبير جدا من رونق رمضان صبحي، والجماهير الاهلي الحقيقه بتشوف ان هو لعيب كبير. رايك ان رمضان افضل له يكمل مع الاهلي لو الاهلي قرر انه يشتريه، ولا الافضل ليه انه يخوض التجربه بره؟ اصل انت بتحطني في موقف دلوقتي، بتقول ان النادي الاهلي ما بالتاكيد ليك راي يا كابتن، يعني بالتاكيد انت ليك راي. ايوه ما انا هقول لك رايي. اتفضل. اصل انت بتقول ان النادي الاهلي لو فضل انه يشتريه. ما لو النادي الاهلي اشتراه خلاص. انت شايف الافضل لا الافضل لرمضان انه يكمل بره. يكمل بره. طبعا. رمضان وصل من النضج تقريبا لمرحله كبيره جدا. حاجه كويسه قوي بالنسبه له. فانا شايف ان رمضان دلوقتي قادر ان هو يلعب في اي حته في اوروبا. خلاص هرجع بس جزئيه صغيره بتاعه ستوك سيتي. تفضل. هو لما رمضان راح ستوك سيتي كان لسه لعيب صغير، ما كان لسه ما اتعودش على الاجواء بتاعه الدوري الانجليزي، الاحتراف او الدوري الانجليزي يعني. حبيبي لا الاجواء هناك صعبه جدا. يعني انا رحت هناك وشفت الماتشات، لا صعبه جدا، كان لسه صغير. خلاص لكن السنه اللي فاتت كان الراجل بتاع هيدرسفيلد المدير الفني حطه نمره واحد بالنسبه له. لكن اصيب قبل الدوري ما يبدا تقريبا بحوالي 10 ايام تقريبا في ركبته. فقعد فتره طويله يتعالج لغايه اما خف، كان خلاص الناس استقرت على الفرقه بقى. أيوه. وعمل التشكيل بتاعه، فكان صعب ان هو يخش ياخد فرصه. خلاص عشان كده لما اتعرض عليه ان هو يجي النادي الاهلي اعاره، على فكره انا ما حدش كان كلمني في حاجه يعني. أيوه. ولا حد كلمني بخصوص رمضان في شيء يعني، مع ان انا كنت موجود عنده في الوقت ده في انجلترا. وافاجئ ان هو بيروح الاوضه الثانيه او يطلع فوق الدور الثاني يتكلم في التليفون ومش عارف ايه والكلام ده، وبعدين ينزل. انا ما بحبش اكون متطفل يعني، انت عايز تقول لي حاجه اقولها، مش عايز تقول لي مش هسالك يعني. وبعدين عرفت بقى، عرفت قبل ما يسافر يجي مصر ب 48 ساعة. مع اني كنت قاعد معاهم هناك يعني. المرة التانية بقى خلاص هو موجود في النادي الاهلي، والنادي الاهلي عايز يكمل لان هو شايف ان رمضان مفيد بالنسبة له، فعشان كده كمل معاه الاعارة السنة دي كمان. بمناسبة كلامنا على الاهلي، الاهلي عنده ان شاء الله ثلاث ماتشات مهمة